الله الرحمن الرحيم. من الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماع اليوم في بداية الاجتماع، قدمنا نعي لشهيد الوطن العقيد ساطع النعماني ضحية الارهاب والاحداث ميدان النهضة، وقدمنا التعازي للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرته، وندعو الله أن يتغمده واسع رحمته. الهيئة بتؤكد أن سقوط الشهداء في ميدان العزة والكرامة دفاعا عن التراب الوطني يتوجهم بأعلى درجات الشهادة، وبيؤكد عزم المصريين على الاستمرار في حربهم المقدسة ضد الإرهاب حتى يتطهر كامل التراب الوطني من دنس الإرهاب. ومثل هذه الحوادث بتزيد عزيمة رجالنا الأبطال في الجيش والشرطة للاستمرار في المعركة المقدسة إلى نهايتها، مؤكدين أن أرض مصر ستكون مقبرة لكل إرهابي يحمل السلاح ولم يكتب لهؤلاء الإرهابيين إلا الفنان.